الله يعطيكم العافية شباب. منتابع من عند تقييم أدلة التدقيق أو evaluation of audit evidence. The auditor evaluates the evidence gathered and decides whether it supports a favorable or unfavorable conclusion. يعني بيقوم المدقق بتقييم الأدلة اللي قام بجمعها زي ما أخذنا من قبل طرق جمع أدلة التدقيق. هاي الأدلة اللي قام بجمعها بيقوم بتقييمها وبعدين بيقرر إذا ما كانت تدعم استنتاج مرغوب أو غير مرغوب favorable أو unfavorable. favorable يعني لمصلحة الكلاينت، unfavorable يعني لغير مصلحة الكلاينت بكون هذا الاستنتاج. if inconclusive إذا كان يعني في حالة في عندي حالة من الغموض، يعني أنا مش متأكد هل أنا أدعم نتائج الكلاينت تبعي أو لا أدعمها، هنا بقوم المدقق بعمل إجراءات إضافية لحد ما يتوصل هو لقناعة تامة لإعطاء استنتاج. فذا أوديتر بيرفورم سفيشنت أديشنال بروسيجر، إجراءات إضافية من أجل الوصول إلى ديفينيتيف كونكلوجن، إلى استنتاج مؤكد. طبعا بحكي لك because error exists in most system auditor focus on detecting and reporting those that significantly impact management interpretation of the audit finding. وهذا الاشي طبعا هذا الاشي بيعتمد على الماتيرياليتي، بس بحكي لك انه اغلب الانظمة تحتوي عندي على اخطاء، بتوجب على المدقق يعني الاوديتر بتوجب عليه انه يوصل هاي الاخطاء اللي بالذات اللي يعني تعنى بها الادارة او هاي اللي بتأثر على الادارة. وبالتالي فهون بيجي عملية، طب انا شو اللي بهم الادارة من شو اللي ما بهم الادارة؟ بهم الادارة هون ندخل بموضوع اسمه الماتيرياليتي، موضوع الأهمية النسبية. materiality what is and is not important in an audit is a matter of professional judgment. materiality is more important to external audit where the emphasis is fairness of financial statement than to internal audit. رح نيجي عليها شوي، بس خليني أوقف على كلمة materiality. أنا حكيت لك من قبل قبل شوي بأنه أنا أي بالقادر رح ألاقي أخطاء لما أنا أقوم بعملية التدقيق، رح ألاقي أخطاء. ولما أنا جمعت أدلة وإجيت بدي أعملها تقييم، كيف بدي أقيمها؟ بناء على قديش لقيت أخطاء أنا في من خلال جمعي للأدلة. بس أنا هاي الأخطاء اللي بلاقيها أي منهم بده يأثر على الإدارة وأي منهم هاي الأخطاء ما بيأثر على الإدارة. مرات في عندك أخطاء صغيرة جدا أو أخطاء يعني insignificant غير مهمة. فالإشي اللي بخليني أحدد هو الماتيرياليتي أو الأهمية النسبية. وبالتالي الماتيرياليتي هو امر مهم للمدقق وبيعتمد. وكيف طب انا بدي اعرف انه هذا الموضوع بهم الاداره ولا ما بهم؟ هذا الموضوع ذو اهميه نسبيه عاليه او هو ذو اهميه نسبيه قليله؟ هذا بيعتمد على البروفيشنال جادجمنت، على حكم الخبره تبعيتي. فالماتيرياليتي هي الاماونت اوف ان ايرور، مقدار من الخطا او الفرود او اوميشن ذات وود افكت ذا ديسيجن اوف ا برودنت يوزر اوف financial statement. هو يعني الخطأ أو الاحتيال أو أي أو المعلومة المنقوصة أو أي واحدة من هاي المشاكل اللي راح تأثر على متخذ القرار نتيجة قراءته للقوائم المالية. ومنتابع هنا إنه الماتيرياليتي حكينا هون الماتيرياليتي is important to external audits بأنه الأهمية النسبية أمر مهم للمدقق الخارجي أكثر من المدقق الداخلي. المدقق الداخلي بيرتبط أكثر بسياسات الإدارة، إنه هل تم تطبيق سياسات الإدارة، هل تم تطبيق إجراءات الإدارة، هل الـ ERM كوزو فريمورك متبع عندي بالشركة مثلا حسب ما نوضع ولا غير متبع. بينما بالنسبة لل بما أنه الماتيرياليتي هي اللي هي نسبة الخطأ اللي بتأثر على متخذ القرار اللي بيستخدم القوائم المالية، فإذا هو يهم بهم أكثر المدقق الخارجي. فبالتالي أنت عندك بسأل المدقق دائما بده إيش المدقق بده يعمل لما يشتغل. The auditor seek reasonable assurance، تأكيد معقول، that no material error exists in the information or processed audited. يعني بأنه المدقق بسعى دائما إلى الحصول على تأكيد معقول بعدم وجود أخطاء جوهرية في المعلومات أو الإجراءات اللي تم التدقيق عليها، لأنه من غير المعقول الوصول للكمال. يعني بما أنه يعني أنك أنت توصل لمرحلة أنه أنت متأكد من عدم وجود أخطاء بالمرة بنسبة 100% هو إشي ضرب من الخيال مستحيل ومكلف. ف
فبالتالي المدقق ما هو هدفه؟ انه اوصل لريزنبل اشورنس، تاكيد معقول. يعني تاكيد معقول بمعنى يعني ضمانه معقوله، انا بعطيك ضمانه معقوله بعدم وجود اخطاء جوهريه، ما عندي ماتيريال ايرور. هاي الماتيريال ايرور وين موجوده؟ اللي ممكن تكون موجوده سواء في المعلومات او بالاجراءات اللي تم التدقيق عليها. تمام، بيقول لك اتس ات از بروهيبيت relatively expensive to seek complete assurance. طبعا انت من غير المعقول انك انت يعني بدك تكون متاكد 100% انه ما في عدم وجود اي خطا، بدك تراجع كل الاجراءات والعمليات والقيود وما وكل خطوه اشتغلناها في الشركه بالكامل تراجعهم. طبعا هذا الشيء ضرب من الخيال انك تعمله، شبه مستحيل. When inherent or control risk is high، لما يكون الانهيرنت او الكنترول ريسك عالي، واخذنا قبل شوي شو الانهيرنت ريسك وشو الكنترول ريسك، لما يكون عالي the auditor must obtain greater assurance، لازم يتاكد اكثر من اجل offset the greater uncertainty and risks. وهون انا بحكي بشكل مباشر عن معادله التدقيق اللي فرجيتك اياها، ارجع للفيديو بتشوف. يعني انا لو عندي مثلا حكينا الانهيرنت ريسك عالي والكنترول ريسك عاليه، وانا بدي اسيطر عليها عن طريق الديتكشن ريسك او عن طريق العمل تبعي، بس بجميع المراحل بيتم توثيق all audit stages finding and conclusion are documented، يتم توثيقها in audit working paper، يتم توثيق جميع نتائج التدقيق في اوراق عمل. Documentation is especially important at the evaluation stage when conclusion must be reached and supported. بحكي لك الاوراق هاي مهمه كثير في مرحله التقييم من اجل الوصول الى استنتاج واضح اقدر اوصله للإدارة. ايصال النتائج، ايصال النتائج او communication of audit results. بحكي لك the auditor submits a written report summarizing audit findings and recommendations to management, the audit committee, the board director and the appropriate parties. بيقوم المدقق بايصال تقرير مكتوب بيلخص النتائج التدقيق وبقدم التوصيات للإدارة، للجنة التدقيق ولمجلس الإدارة وأي جهة أخرى بتطلب الموضوع لها. بعد ذلك auditors often do a follow-up study to ascertain whether recommendation were implemented. بعد هيك بتم متابعة التعديلات اللي تمت بناء على التوصيات اللي قدمها المدقق. risk audit approach أو التدقيق المبني على المخاطر. The following internal control evaluation approach called the risk-based audit approach provides a framework for conducting information system audit. طبعا بيقدم التدقيق المبني على المخاطر إطار عمل لعملية تدقيق الـ AIS من خلال اتباع منهجية تقييم الرقابة الداخلية. وهذا الاشي بيتم من خلال النقاط التالية، هاي الأربعة اللي شايفينها. وبدي أبدأ فيهم، بدي أعطيهم أنا الأربعة هذول. أول واحدة determine the threats facing the company. شو يعني threats؟ المخاطر. شو هم المخاطر؟ يا إما عملية احتيال أو خطأ. فإذا تحديد المخاطر التي تواجه أنظمة الشركة، هاي أول إشي بدك تقيسه في الريسك، في الريسك بيست أوديت أبروتش اللي هي عملية تدقيق المخاطر التي تعتمد على تقييم الرقابة الداخلية. فأول إشي أنا بدي عشان أقدر أقيم بناء على الرقابة الداخلية، أول إشي بدي أعمله بدي أحدد المخاطر اللي بتأثر على الكومباني. واحنا اخذنا هذا الحكي بالفصل الماضي، ما هي المخاطر التي تؤثر على الكومباني. This is a list، هي عبارة عن قائمة of accidental or intentional، سواء كانت بمحض يعني او حادثة او intentional او مقصودة. Abuse and damage to which the system is exposed، هي قائمة بالامور العرضية او المقصودة التي تضر او التي ستعرض او تكشف السيستم لحدوث اخطاء. تلاحظ انه هنا احنا بنحكي عن سيستم. ثاني شيء identify the control procedure that prevent detect or correct threats، بدك تحدد اجراءات الرقابه اللي تمنع وتكتشف وتصلح المخاطر. وهنا اذا انت ذاكر البريفنت والديتكشن والكوركشن هذول اخذناهم برضو بالفصل الماضي، فانت بدك تحدد شو الكنترول اللي معمول عشان لكل خطر، كل خطر بتلاقيه شو الكنترول اللي بده يمنعه وبده يكتشفه وممكن يصلحه. These are all the controls that manage
has put into place that management has put into place and the auditors should review and test to minimize threats. إذا هي جميع الإجراءات الرقابة التي قامت الإدارة بوضعها في مكان معين في الشركة واللي إنه بيقوم المدقق بمراجعتها وفحصها من أجل تقليل المخاطر. رقم ثلاث evaluate control procedure عملية تقييم إجراءات الرقابة المتبعة. Controls are evaluated in two ways. كيف أنا بدي أقيم الرقابة اللي واضعها الكاستمر تبعي أو واضعها الكلاينت تبعي؟ أول إشي a system review عملية مراجعة للنظام من خلال determine whether control procedure are actually in place. بدك تتأكد هل إجراءات الرقابة هي فعلا في مكانها في الشركة. ثاني إشي test of controls اللي هي عملية فحص الأنظمة الرقابة. Are conducted to determine whether existing control work as intended. اللي هي هل إجراءات الرقابة الموضوعة تعمل كما هو معلن عنها أو كما هو يعني مكتوبة. رقم أربعة evaluate control weaknesses to determine their effect on the nature, timing or extent of audit procedure. اللي هي تقييم نقاط ضعف الرقابة من أجل تحديد طبيعة تأثير هذا الضعف وتوقيته ومدى على إجراءات التدقيق. If the audit determine that control is too high يعني ممكن إجراء إذا الخطورة على الكنترول عالية. ليش؟ لأن الكنترول سيستم is inadequate غير كافية. The auditor may have to gather more evidence, better evidence or more timely evidence. بمعنى آخر إذا قام المدقق بتحديد بأنه مخاطر الرقابة عالية في نقطة معينة بسبب وجود عدم أو ضعف أو عدم اكتمال لهاي الإجراءات، الأوديتر ساعتها إذا لقى أنه هاي الريسك عالية بيقدر يجمع أدلة أكثر أو أدلة أفضل أحسن أقوى يعني مثلا الدليل قوي مين أقوى، تأخذ معلومة من الشركة ولا من خارج الشركة من كاستمر معين؟ من خارج الشركة أو مور تايملي أو في وقتها. Control weaknesses is in one area may be acceptable if there are a compensating control in other area. وهي مهمة. مرات بقول لك إنه أنت أوكي لقيت ضعف هنا في إجراء الرقابة مثلاً في قسم الاستلام، بس ممكن هذا قسم الاستلام الضعف اللي موجود فيه تعوض بقسم آخر بيجي وراه. يعني مثلاً قسم ولنفرض قسم الاستلام استلمه بده يروح مثلاً على قسم الـ inventory control. إذا الـ inventory control عندهم الرقابة قوية جداً ممكن يغطي على الضعف الموجود بقسم الاستلام، هيك المقصود. فهي اسمها compensating control أو عملية رقابة معوضة للضعف اللي موجود في عملية رقابة في عملية رقابية أخرى في قسم آخر. ف the risk based approach provide auditors with a clearer understanding of fraud and errors that can occur and the related risk and exposures. It also helps them plan how to test and evaluate internal control as well as how to plan subsequent audit procedure. طريقة التدقيق المبنية على المخاطر بتساعد المدقق على فهم أوضح لاحتمال للأخطاء واحتمالية الاحتيال اللي ممكن إنه يحدث ويرتبط بالخطر والانكشاف لهذا الخطر. It also helps them plan how to test and evaluate internal control. برضو بيساعد على تخطيط لآلية لفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلي وإكمال عملية التدقيق. The results is a sound basis for developing recommendation to management on how the AIS control system should be improved. برضو حكينا إنه كل هذا بصب في مصلحة التوصيات تبعت الإدارة. المرة الجاي بدنا نكمل من عند الانفورميشن سيستم اوديت، وهي عبارة عن ست اهداف بده يتم تحقيقها لما اجي انا ادقق على نظم معلومات في الشركة. في عندي ست اهداف لازم انتبه لها، overall security وما الى ذلك، راح ناخذهم كلياتهم. هاي الاوبجكتيف رقم واحد بالرسمة، اثنين ثلاثة اربعة والهدف الخامس والهدف السادس، راح نغطيهم كاملات على اساس هذا الفصل برضو راح يكون داخل معك في مادة الفاينل، وهو اتوقع اذا غطيناه من هون لنهاية اذا قدرنا نغطيه من هون لنهاية رمضان ان شاء الله. والله يعطيكم العافية شباب وبالتوفيق.